تحفة. طب أنا عايز أسألك سؤال يعني كده هو شخصي، ممكن يكون ناس ممثلين صغيرين ممكن يستفادوا من الموضوع ده. أنت بما أنك بتدرسي تمثيل في فنون مسرحية، إزاي بتحضري للشخصية بطريقة علمية مثلا؟ لأنه أنا أخدت ورش تمثيل وكده، عرفت إزاي ممكن الممثل يحضر. طريقتك أنت الخاصة إيه يعني مثلا؟ مش بس مجرد أكيد بتشوفي شخصيات مشابهة للشخصية أو بتعرفي على ناس قريبين لا، هو كل واحد للشخصية بقى يعني بيذكر بقى أبعاد الشخصية، بالظبط ويعني بتقعدي تكتبي حاجة مثلا، بتتخيلي حاجة، بترسمي لها أنا حاجة. أنا بقعد يعني احكي لنا أنا عن التفاصيل دي تفاصيل ما حدش اتكلم عنها في التلفزيون قبل كده. بجد، بس أنا يعني مش بعرف أشرح قوي، مش مشكلة. بس اللي هو إيه، بقعد مثلا بتخيلها بكذا يعني بكذا مثلا شكل، بشوف عمرها قد إيه في الموقف ده، ممكن تكون بتعمل إيه، بتتكسف ازاي، بتتكلم ازاي، بقعد بقى اجرب وبقعد اشوف بتألف لها ضحكتها تفاصيل ازاي اكتر من اللي مكتوب عنها؟ ايه؟ بتألف لها تفاصيل اكتر من طبعا، اللي مكتوب عنها؟ وبحط مواقف من دماغي لو هي في موقف تاني مثلا هتعمل ايه؟ يعني طريقة اللبس، الاكسسوارات، طبعا الحاجات دي دي بقى كلها. يعني وبانت بقى في فوزي في وعايزه اشكر طبعا الستايلست مروه وكل يعني كل الناس بصراحه، واستاذ احمد عبد الحميد المخرج. بس فقعدت طبعا يعني كل حاجه بالظبط، واشوف وانزل اشوف مثلا دي البنت المسترجية دي بتلبس ايه، وتروح ازاي، وبتمشي ازاي، بتتكلم ازاي، لما بتتعصب لما بتعيط بتعيط ازاي، لان الحاجات دي صعبه جدا. فبقعد بقى اجرب بقى، اقعد اجرب بقى، فلو مامتي وبابايا جوه دي بتعيط ولا ولا ما لا عايزه ايه، هتكلم نفسها لك ملبوسه دي ولا في اوبر، بكلم نفسي ولا بكلم حاجه يعني. طيب انت اشتغلتي مع يعني انا بسميهم مدارس، يعني الفنان ماجد الكدواني، الفنان خالد الصاوي، دول مدارس، مدارس مهمه ومدارس صعبه ومدارس تقيله ومدارس الواحد المفروض الطبيعي ان هو لازم يعني انا لو انا يعني كان ليا الشرف ان انا اقف قدامهم هقعد كده اقعد هتنح بس فيهم. كل واحد اكيد خدتي منه حاجه، فعايز اعرف خدتي ايه او اللي اتعلمتيه من الفنان ماجد الكدواني ومن الفنان خالد الصاوي. استاذ ماجد التلقائيه والبساطه، يعني هو تلقائي جدا يعني واحنا بنسوق هو حاجه على سجيته. يعني استاذ خالد بقى يعني مش عارفه اشرح قوي، بس لا مدرسه، و يعني بيفلسف الحاجه، عارف بيعمل ايه، اولها ايه، اخرها ايه، هقول احاسيسه يعني كده، حاجات كتير يعني. بس انا مش عارفه اشرح طبعا، مش بعرف اشرح قوي.